تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي والاسماعيلي في شوط اول، سيطر عليه النادي الاهلي سيطره شبه كامله واهدر العديد من الفرص، ولم يتمكن النادي الاهلي في الشوط الاول من تسجيل هدف يحسم به سيطرته على احداث الشوط الاول. كابتن شريف، تعادل سلبي الشوط الاول وسيطره كامله من النادي الاهلي لا ينقصه سوى تسجيل هدف. لا ينقصه سوى تهديف في اي وقت من الشوط الاول او في الشوط الثاني. المهم يجيبكم. ان فريق اسماعيلي النهارده، وانا ما بحبش الكلمه دي، يعني عندها استعداد انها تتلقى اي هدف واثنين وثلاثه. انت اللي عندك يعني شويه نقول الهدوء قوي في انهاء الهجمه، شويه نقول صربعه جامده جدا في الاداء. انت عندك لو كورتين ثلاثه على ال 18 اتلعبوا 1 2 سليم او اتلعب اي حاجه، لازم هتسفر عن اهداف كتير قوي. التفكير في كل حاجه موجود، اللعب على الاطراف موجود، ولكن الزياده العدديه اللي هي بتجيب لك الاهداف اللي هي جوه ال 18، مفيش غير محمد شريف في وسط اثنين ثلاثه، ومفيش اي حد بيفكر يخش 18 ياخد العرضيات بتاعت علي معلول، لان اعتقد ان الناحيه اليمين معدومه فيها العرضيات، يعني محاولات على طول، لدرجه ان نفكر ان احنا نلعب يعني بشكل اسماعيلي ده. انت لازم تلعب 3 4 3 بقى، يعني تدود نص ملعبك للزياده العدديه مش دي. محتاج 4 ورا، مش محتاج. ها، ما مش هيحصل، مش هيفكر فيها كولر يعني. طب يطلع خالد عبد الفتاح يلعبه سنتر فيرود يعني؟ لا ما ينفعش. لا مش هيفكر فيها. انا بفكر، انا بقول مجازا انك انت عايز واحد كمان مع شريف جوه ال 18 ملوش اي استخدامات ورا، او ملوش اي استخدامات في نص الملعب. يعني انت عايز زياده عاديه تبقى جوه ال 18 باي تغييره باي تدويره، لان واضح ان عبد القادر مركز النهارده ان هو بيستعدل وبيبعت بعت كورتين كويسين جدا، عنده فكر، ولكن ناقص حته زياده لجوه في العمق شويه. شايف كورتين كويسين اه حلوين يعني. ما دي المحاولتين اللي جون محمد شريف جات له محاوله لفها جت في ايد زي دي اللي هي هي دي الجول اللي انا دي عليا اللي انا كنت بقول لك عليه بيخش في الحرس ده يا كابتن شريف. ده الحرس، ده ماتش الحرس، ده اللي قطع فيه من ناحيه البتاع. ايوه احنا عايزين واحده زي دي، واحده زي دي. خلي بالك هو عمل واحده كويسه اللي جت في السوكه. بص البرجاوه بقى عشان جاب لنا اللقطه بصراحه دي. بص بص علاء، بص بيتحرك منين؟ سيبك من قفشه، بص ده بيتحرك منين بقى؟ زجاله كمان، احنا طالبنا زجاله يجيبها، وزجاله خلاص. المهم الناس اللي موجودين، بص بيتحرك جاي منين؟ ايوه مظبوط، لوحده فتح الرؤيه ازاي للراجل يلعبها له. هو في كوره عملها النهارده وصادفوا فيها قريبه بس في العمق شويه. وادي الكوره، وادي الجول اللي انا كنا بنتكلم عليه. ايوه ده ماتش الحرس، مش اللي هو الماتش اللي انت كنت بتتكلم عليه. انت اللي صح، مش انا اللي صح ولا انت اللي صح. انا عايز انت عايز تحركات كده، عايزين الحاجات اللي هي بتخلخل اي دفاع كده بسهوله، تلاقي نفسك انت والجول، هي دي اللي تنقص الشوط الاول. كابتن علاء، شوط اول زي ما قلنا كده سيطر عليه الاهلي سيطره كامله. اسماعيل لم يكن له وجود ابدا الشوط الاولاني. طيب سيطر عليه سيطره كامله، لكن اهم حاجه ما جاتش الهدف اللي انت عايزه. انا عندي ما سيطرش بس تجيب هدف، انا هبقى مراضي من وجهه نظرك. بص يا عم، في النهارده اولا لو عملت كده برضو احصائيه بسرعه، في اخطاء كتير جدا في التمرير جدا وفي الاستلام، كويس. ما فيش بطء، لكن هو اخطاء في الاستلام والتسليم غير مبرر، دي مشكله. المشكله الثانيه، ما ضيعش فرص كتير النهارده. انت بتتكلم في كوره محمد شريف واثنين احمد عبد القادر، واثنين احمد عبد القادر، واحده جت في القائم من بره، كويس. دول بس يعني انت كده ليك ايه، ثلاث محاولات او ثلاث فرص، فيهم واحده بدلك بس لاحمد عبد القادر، لكن جم مجمل الفرص قليل. لو قارنت مباراه فيوتشر قليل، فيوتشر كانت الفرص كتير جدا، بس انت كان ناقصك السرعه اللي كان بيتكلم عليها كابتن شريف، او الدقه، او بسرعه تاخد القرار. النهارده لا، النهارده العكس، فرصك قليله، تحركاتك بتبان خطورتها في حاله واحده بس، لما بتستعمل الاطراف. طول ما انت بتحاول تعمل من العمق هتخطا وهتضيع وقت وهتضيع فرص. لازم تستعمل الاطراف كويس جدا. الحاجه الثانيه بتؤخذ النهارده بقى على بيرسيتاو، انه ساب الجنب اليمين تماما، وده مش صح، مش لازم، مش من بدري. لازم وهي الكره بتتحرك، الكره كان كابتن شريف عبد المنعم دلوقتي، هو احمد فاضل يقفل في المكان ده، ان هو ساب مكانه وراح، والكره عندك في اخر في الثلث الاخير من الملعب الخطوره. لكن انا ما اروحش من بدري ايمن وارمي نص ارمي نفسي في القلب، مش حتى انت ولا تستلم، وفي نفس الوقت هتضيق مساحه الجري على شريف.
ذكاء بيرستاو لما في الثلث الاخير يروح فجاه قاطع يستلم فاضي، هو ده اللي لازم يحصل بعد كده، هو ده لازم يتكلم عليه، لكن لازم ضغط هجومي كويس قوي وتدور على الهدف بسرعه. طب كابتن اسامه، حلول الشوط الثاني عند مستر كولر. اول حاجه يعني انا يمكن معلم عليها وعلاء قالها، بيرستاو بيسيب خالد عبد الفتاح خالص ومعظم لعبه الشوط الاولاني لجوه وللجنب الشمال. خالد عبد الفتاح قلنا متحرك وبيجري وبيحاول بيعمل جهد، بس انت في النهايه انت عايز ايه لما بتوصل في دي؟ انت عايز دقه في الكره العرضيه، دقه في التمريره لحد هدف. يعني قفشه في واحده راح ناحيه اليمين لعبها، شاف من وسط 7-8 لعبها بالعرض لاحمد عبد الله شاطها في السماء. علي معلول الناحيه الثانيه، معظم الخطوره جايه من مين؟ من علي معلول، لانه كراته العرضيه فيها دقه وفيها خطوره، خطوره على المدافعين وبسهوله للمقاولين للمهاجمين. في واحده لعبها لديانج، ديانج قطع من ناحيه اليمين جون 100%، لو ديانج بيجيد ضربات الراس علي معلول لعبها له بدقه. فدي ناقصه الجانب اليمين، لانه بيرستاو سايبه زي ما علاء قال وخالد خطورته مش واضحه. الحاجه الثانيه ان لازم تسديد كتير شويه، لازم يبقى في تسديد شويه كتير. صحيح. لكن انت مسيطر على الشوط خالص. يعني كابتن عادل، سيناريو سريع للشوط الثاني في خلال اقل من دقيقه. يعني خلينا نقول انه النادي الاهلي عشان يكسب المباراه لازم يجب اللامركزيه اللي بتتعمل دي تهدى شويه، يعني مش مبرره ان بيرستاو يخش في وسط الملعب وعبد القادر يخش في نص الملعب. لازم توسيع الملعب، لازم يبقى في توسيع ملعب كويس قوي، لازم الوقفه على البرة، علشان فريق الاسماعيلي اصلا عندها الحته الدفاعيه مش محكمه خالص. صحيح. لو عملت المساحات ديت هتقدر تجيب جول. الحته الثانيه المهمه، مش ما فيش تضييع وقت اكتر من انك انت لو قعدت ربع ساعه ما جبتش جول لازم تنزل كهرباء على حساب واحد من الاثنين، لا ديانج لا مروان. صحيح. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي الشوط الثاني، تحيه الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.